فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم وكيل اعمال اللاعبين المثير الجلال كما سميته وسيم التايب. باهي التسميه والله في بلاصتها خاطر بالحق وسيم نحضر في الحصه نتاعي انا يعني قبل الحصه نكتب وسيم التايب مثلا في جوجل نخرج لوسيم التايب بتاعك مع فلان وسيم التايب بتاعك مع فلان خاطر انا ما نحشمش فهمتني ديما نواجه العباد الكل ما عنديش اللي في اللي في بالعكس توك شويه رزن تو خاطر الاكسبيريونس وديما حتى الماتر فهمتني يا انيس ديما يقول لي معناها ارزن شويه اي متشنج شويه انت فهمتني ساعه على غالة ما احنا هكاك فهمتني جماعه السيد شويه متشنج لا هو مجلين بيهم جماعه السيد ناس طيبه كان مجلين بيهم هذه متعلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا اللي يسمعوا فينا غادي اي خاصه احنا في الشير نتاعنا واحد واحد في ساعه ما يتشنج اما الحمد لله تو واحد عمل اكسبيريونس لازم ياخذ كل شيء برزانه وبعقلانيه وان شاء الله باهي وصلنا لموضوع رائد الفيدع هاي لو كانت واضحة لنا شنو الحكاية بالضبط والله موضوع رائد انا اقسم باش نقول لك موضوع التعدى صعيب علي على الاخر ولتوا ما انا مصدوم منه علاقة كانت كبيرة بيني وبين رائد ما انا علاقة نتاع 7 سنين توا بالضبط ما انا رائد من اللي بديت نخدم بريسكو معايا من هو صغرون حضرنا سيزون بالباهي ما انا قلنا باش نعملوا بروجرام باهي رينوفالمون في الترجي يده يخرج لبرا الله غالب معنا انا حسب علاقاتي انا معنا مش نحير انا في كونترا رائد ما نحيرش اما كي جا فهمتني في جانفي بالضبط جا بروبوزيسيون من رياض بن نور وعطاني انا ممكن عطاني لي معناها تقابلت انا وياه وقت اللي كلم رائد وقال له شوف مع وسيم هو سي رياض ممكن يسمع ينجم كلم كلم رائد رائد قال له شوف مع وسيم فهمت انت وياه انا ساعه تفهموا في بعضكم فهمتني جا سي رياض عطاني عقد فهمتني حكيت انا ورائد صدفة جاية عطاك 10 ملايين شهريا و 250 مليون بريم دو روندمون هكا ولا هذاك هو اي هو باهي اللاعب شاب باهي ما شو سيرتو ما كانش اساسي رائد وقتها ما كان يلعب صحيح ما كانش اساسي باهي وقتها في الاسبيرونس تقول عينه واحد وتحت فيه فهمتني مسكين اللي جات وجينا من غدوه يهبط علينا ذا انتوني فارا في جرة لا غالب هو راه فيها واحد تونسي ما نحبش نذكر اسمه راه فما لاعب تونسي معناه اللي علينا فيه توا هو اللي عرفني على انتوني فارا راهو وعرفنا على وكل لا غالب علاش ما تحب تسميه؟ زي مش معروف وما يفيد حتى حد منه فهمتني كان يلعب برا وبعد كي عملت عليه اونكيت انا كما انت عملت عليه اونكيت سمعت به يعمل كل شيء ويضرب لي كونترا ويعمل كل شيء حسيت يعني معناها اليوم راد لاعب تونسي لعب برا ومش معروف كيفاش مش معروف لعب درج في كل جمعيه دقيقه يعيش برا حسيت زي هبط علينا ذاك الساق فهمتني تصور انت لوكوموتيف وزقرب انا كاجون باش نصح في زقرب في لوكوموتيف وتلعب شامبيونز ليغ رائد باش يمشي يلعب شامبيونز ليغ كرواتيا علاش ديما موجود هو في الحكايه ذا فاران فاران خاطر هو اللي تعاملت معاه في هو تعرفت عليه في رائد وعاودت تعاملت معاه مره اخرى في الشتيوي في بيريود هذيك نقولوا احنا كي غرب بيك في رائد علاش تعاود معاه وقتها ما نعرفوش اي مرتين ولا بعضهم مرتين مع بعضهم فماش ما تشكش شويه هي عارف تكلمني قال لي حاجتي بجوا جوار دي كولوار فهمتني وش جوار حاجتي بجوار دي كولوار ها باش نحكي لك من الاخر خويا سي فاران بعد اللي جابوا الزوز هذوما الكونتراتوات فما ملاعب اسمه ايهاب بن خليفه قال لي خويا تصحح له في تونس وبعض لي السي في نتاعو فهمتني وشفته وهو مصح كان في لوكوموتيف وصح تراوين والجرايد تحكي عليه كل شيء قلت له نتفاهم انا وياه بالعكس باش نتفاهم انا وياه في اذا هو فنين واحد فما حتى مشكلة فهمت وانا حسب ما نعرف فهمت وانت باش تلهب الملاعب هذا في تونس وهو باش تلهب رائد غادي صحيح صحيح بعد خويا السيد هذا فهمتني في الفتره ذي ما نعرفوش اللي هو كونترا احنا كونترا فرحانين كونترا شيخين عم كيف لازم تثبت وسيم ايه انا غالب خدمتك هذه مش باش نقول لك كيفاش صحيح تحمل الخطا ذا وتو وليت كل شيء بالايميل حتى مع لعبتي بالايميل كل شيء نبعث لهم بالايميل يرجعوا لي بالايميل حتى اذا فما حاجه باش نعلموا بها اذا فما اوفر نعلموا بها بالايميل خاطر هذاك ترس قانوني ياما لهنا خطا تحمس قلت له لاعب اكثر حاجه اللاعب كان في الترجي معناها طموح اي لاعب يكون في الترجي في القمه مراد عمره 23 سنه سبحان ربي لا قدر الله فما لاعبية تجي تلعب في الدروج يعمل لي جامو كروزي هذا يا ربي ابتلانا بالخطا هذا انا نتحمل مسؤوليتي رائد مازال صغير 23 بالعكس رائد قدام المجتمع وقدام الشارع الرياضي خرج معنا واحد انا خرجت تحملت مسؤوليه الناس الكل تكلم فيا الفامي بتاعي الناس تقرا في فيسبوك معناها تمسيت منها باش نقول لك ما تمسيتش منها توجعت منها اما دارس باش يكون لي في المستقبل باش نثبت في الشقيقه والرقيقه
اما بالله فما شفت الكومنتات على الفيسبوك اللي يقول ما عندوش باك، راني انا عندي بي تي اس وبي تي اس تعادل باك بليس دي مش حتى باك، فهمتني، ومعادلها في وزاره التعليم فهمتني في 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 تونس وامورها قانونيه، معناها اللغه ذي معناها لغه خشبيه مش مشكل، تجاوزناها الموضوع نتاع شبدوا واضحين معناها في حكايه رائد الفيدع العرض اللي حكينا عليه مترجي قبل في نسمه انت كنت صراحه قلت عاود انت قلت له صحح، هو قال لي اللاعب كان يحب يخرج انت لاعب لاعب خلينا نكمل لك سؤال وسيم بعد جاوبني. البارح ولا نهار السبت في اي اف ام رائد قال بالقال العكس، قال وسيم اللي هو اللي قال لي اللي قال لي لازم تخرج نخرج وساي خويا رقم لاعبيه يخلصوا يخلصوا برشا في ترجي وانت ممكن مش كي مش باهي العرض اللي عطاه لك. شو شو هذا فما ربي سبحانه وتعالى فوق الناس الكل، وربي هو تو احنا هنا في في وضع معناه استثنائي وكورونا وناس خايفه، راه واحد يخاف ربي. انا بالضبط هاو مسؤول في جمعيه معينه حاضر معايا نهار نحكي انا ورايد وعندي شاهد اللي هو رئيس جمعيه في جمعيه معينه، نحكي انا ورايد على على موضوع الترجي وواحد رائد كي جاه العرض نتاع لوكوموتيف وزقرب هذا اللي هو نقولوا وهمي اللي جانا في الميكروب ربي وسيم اللي جانا هو وهمي وتعدى علينا الله غالب فهمتني، رائد بدل له مخه فهمتني مسكين ولا يطمع باش يمشي يلعب في اوروبا. حتى انا وقتها وليت معناه كي جاء هو قال لي قال لي قال انت شجعته باش يمشي زاده شنو باش يمشي فما واحد جاء عرض انا نتحدى جواري جاء عرض يقول له راه لوكوموتيف وزقرب ما يحبش يمشي يلعب في كرواتيا. هذا هذا كلام هو كرواتيا ماهيش نحكيو على فرنسا راد خويا خلينا نكمل لك ماهيش نحكيو على فرنسا ولا ايطاليا ولا المانيا، نحكيو على بطوله باهيه. اسمعني شو رائد عمر 23 سنه راد لعب في سنيور الترجي خالط ملاعبيه كبار في الترجي مر عند مدربين كبار يتدرب عند مدرب كبير يخدم مع مسؤول رياضي اللي هو معناها ناجح في جمعيته، هذا كل معناها وسيم التاب ولا معناها سحار باش يسحر رائد الفادع ولا مجرم ولا كي يشوفوا فيك خاطر تغش عليك في ترجي قالوا انت هربت ولا ملاعبي. والله صدقني نقول لك حاجه انا خاصه انهم كانوا عاملين معك الباهي أنا او اول ما بديت ظهر لي وانت قلت له الكلام هذايا اعطاوك الملاعبيه باش باش تخرج من غير بندور قلت وقف معايا وترجي وقفت معاك اعطاوك الملاعبيه هزيتهم سي حمدي انا معناها سي حمدي وقف معايا وسيريات والاداره الكل انا كنت ندخل الاداره كاني واحد من الاداره انا في المقابل انا في هذه تمثيل في المقابل كفئت منك هربت الملاعبي معناها الملاعب شير هربت وراهو في ديكا يا اسلام خويا راك تحس روحك راهو الملاعبيه راهم ياثروا عليك للي ولوا ما عادش اليوم الملاعب التونسي راك معنا نحي كعبات فهمتني يرضاو بالقضاء والقدر شو راهو فهم ملاعبي يولي يلزك بالسيف يقول لك حطك قدام الامر الواقع تولي تحن على الملاعب شويه. انا اليوم قعدت وكان ترجع استاتي قبل هبطها ليلته هو اللي في بين العرض واحد معناها انا قلت بين معناها بين المخ والقلب ما تنجمش تقرر فهمتني. انا ترجي اليوم انا ما غير من مسكي قدام الجمعيات الكبار نحبهم كل نحترمهم معناها نحترمهم كل انا مكشخ معناها الدم فهمتني معناها جمعيتي هذيك واكثر ونحبها ممكن اكثر من برشا عباد ومن برشا ناس وترجي حاجه اخرى في حياتي انا معناها ما نصورش نهار حس روحي فهمت إيه هذا كلام اما الواقع حاجه اخرى. اليوم كجون الحمد لله جات في رائد ما جاتش جات في موضوع رائد مو في موضوع برشا ملعبيه ما جاتش وكانت الاولويه للترجي في برشا معناها رغم ملعبيه صغار ما ننساوش الباهي اللي عملته انا مع ملعبيه صغار هزيتهم من بعلاقاتي انا الشخصيه هزيتهم من الترجي من السبوار مشاو يلعبوا. اليوم راه شو رفيقك مرجي خدم معايا انا خمس سنين تالي متفاهم بعد تالي ما مشى بدل التطاوين وبدل هزيته انا التطاوين وبعد تالي بدل انا حبي بدل ما ممكن ما تفهمناش انا اليوم في الانتاج الحربي ويوسف الخميري مالك الميلادي شو اسمه رائد هو منظر القاسمي اضم كل الجينيراسيون خدمت معاه في الترجي وسيم القروي وسيم وسيم كي تقول لي في شتيوي غلط رائد غلط كيف كيف تعرف انك غلطت في الزوز ما تعرف ما يشوهلك شويه سمعتك هذا خويا ما يمسك شويه ومصداقيتك مع الملاعبيه بالعكس الملاعبيه الكل فاهمين اليوم الحمد لله كان جيت خايبه من احمد نرى دي ديميسيون وكلمني قال لي فسخ لي كونترا جامد لافي ايمن تو في الكواليس نحكي لك فهمتني معنا يومين يكلم وديجا مالك كيف كيف برشا ملعبيه معنا صديق الماجري تو وكان يطلع كان يكلم فيه معنا خويا ومورال ويوسف وزاعي كل كلموني قالوا لي سريف اخدم على روحك نعرفوك انت شنو الواحد الناس غزرت كان الخايب اللي عمله وسيم في غلطه في خطا ما يغزروش لي انا حسنت وضعيه علاقاتي في السعوديه ولا في الخليج
في وضعية برشا ملاعبية كانوا باش يقعدوا في تونس باش تقعد الإمكانيات نتاعهم المادية ومستقبلهم ممكن يضيعوا. اليوم برشا ملاعبية في جرة وسيم التاب وكان لهم سبب هما ساقيهم غادي يكملوا عليهم، أما في جرة وسيم التاب جاب لهم عقود ضمنت لهم مستقبلهم بنسبة 99% باش يعيشوا متهنين ومرتاحين. هذا ما يغزرولوش العباد، يغزروا كان لأني غلطت في عزيز وفي فراد ما يغزروش. يوسف وزاي الحمد لله يا ربي اليوم من العز الملعبيه في الدرجه الاولى في السعوديه وكون المستقبل اللي يصوروا في السعوديه ربي يزيد وربي يبقى عليه خير من من, من تونس ب 10,000 مان. هزيت محمود بن صالح لضمك وطلع معاها وبعد تو نجيوهم وسيم خلينا نحكيوا شويه.